انا اعمل تمثال للدكتور مجدي يعقوب دي فكره قديمه جدا، بس طبعا فرصه ان انا اعمله تمثال في الوقت ده بالذات، ان دكتور مجدي يعقوب اصبح علامه من علامات الطب في العالم كله. طبعا التمثال من ناحيه الخامه، احنا ناحتين بخامه الطين الاصولي، والخامه دي طبعا بالحجم ده ما ينفعش تتنحت لوحدها. طبعا احنا عاملين شاسيه من الحديد، الشاسيه الحديد ده فيه ابعاد التمثال، ويدوب الطبقه اللي محطوطه من الطين يدوب حوالي من 2 ل 3 سنتي على حسب الابعاد والتشكيل اللي احنا بنعمله. عامل التمثال بحجم يتناسب ان هو يتحط في مكان مفتوح، لان التمثال ده المفروض ان هو حجمه 4 أضعاف الحجم الطبيعي، وحتى لو اتعمل تمثال كبير ممكن يوصل من 8 ل 9 متر بنفس حجم البورتريه اللي انا عامله. المراحل اللي جايه بعد كده ان في مرحله الصب ومرحله الاستنساخ. مرحلة الصب سواء أنا هعمل قالب دائم أو قالب مستديم أو قالب هالك، كل حاجة يعني لها الخامة اللي نشتغل بيها. طبعا المقاس ده تقريبا حوالي 120-130 سنتي للبورتريه بس، وده حجم معقول إن هو يتحط في مكان مفتوح كمكان حدائقي. تطلع في الاستنساخ هي نسخة إن شاء الله تبقى فايبر جلاس، وأتمنى إن هي تكون برونز طبعا. وبعد مرحلة الصب والاستنساخ في مرحلة البتنة أو التفنيش والبتنة، وطبعا احنا في العادة بندي بتنة برونزية سواء كانت من اللون النحاس المتجنزر أو من اللون الذهبي المتجنزر.